حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على الحفاظ على المياه في شمال الصين بالاقتران مع مشروع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال، وقد صرح شي بذلك يوم الجمعة في مقاطعة ديانغسو أثناء زيارته التفقدية لإحدى محطات المشروع، وقال إن المشروع الضخم ساعد في معالجة عدم التوازن في الموارد المائية بين شمال وجنوب الصين، لكن المناطق المستفيدة منه لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على المياه. بدأت الصين بناء المشروع في عام 2002 بهدف نقل المياه من الجنوب إلى المناطق الجافة في الشمال. كما زار شي جين بينغ مدينة نانتونغ لاستعراض الجهود البيئية على طول نهر اليانغتسي.